محمد بن مروشد يقدم لنا مقصص مع البداية لكي يقص لنا أيضا مجريات هذا الشوط في شوط الختام. المركز الثاني ثاني المراكز، هناك أيضا تقدم عاني لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم خليفة بن رشيد السويدي في عملية التضمير والتدريب. والمركز الثالث ثالث المراكز لسمو الشيخ، هناك شاهين ينطلق سمو الشيخ محمد بن المربى مكتوم المكتوم سعيد بن سالم الينيبي في عملية التضمير والتدريب. والمركز الرابع رابع المراكز مشاهدينا الكرام، هناك شاهين من هجل العاصفة مع الواثق حمد بن راشد بن غدير في عملية التضمير. خامس المراكز، هناك طماع لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان مكتوم بن محمد مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري في عملية التضمير والتدريب مع المركز الخامس. والمركز السادس سادس المراكز، هناك الدخول من محطم من هجن العاصفة مع الواثق حمد بن راشد بن غدير، ومن الجانب الآخر هناك ينطلق شاهين لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي سهيل بن سالم العامري في عملية التضمير والتدريب مع المركز السادس. والمركز السابع وتابع سابع التحديات في هذه أيضا الدفعة الثانية، هناك مع المركز السابع هنا سابع المراكز يصلنا نجد لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عامر بن حمود بن دعفوس المنصوري في عملية التضمير والتدريب. ولكن هذا شعار هناك علي بن راشد بن غدير يقدم لنا. هناك أيضا نجد مع المركز السابع لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم علي بن راشد بن غدير في عملية التضمير والتدريب. والمركز ثامن ثامن المراكز، هناك شداد من هجن العاصفة مع الواثق حمد بن راشد بن غدير مع ثامن المراكز. والمركز التاسع هناك شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع هناك عبد الله بن سالم المسافري في عملية التضمير والتدريب. والمركز العاشر عاشر المراكز مشغل لسمو الشيخ سعود بن فيصل القاسمي عبد الله بن سعيد بن حسين الخاطري في عملية التضمير والتدريب مع عاشر المراكز. هكذا النتيجة للعشرة المراكز المتقدمة مشاهدينا الكرام. ولكن تحديات هذا الشوط، تحديات هذا الشوط والجهوز التام الواضح مشاهدينا الكرام للمشاركين والمندفعين من خلال هذا المسار المثير. نعود مع البداية ونتابع مقصص، نتابع مقصص مع المقدمة لهجن زعبيل راشد بن محمد بن مروشد يقدم لنا البداية ويقدم لنا مقصص مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني ثاني هناك عاني سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي يقدم لنا عاني مع المركز الثاني. والمركز الثالث يا سلام يا سلام، هنا شاهين وهناك أيضا محطم من هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير مع المركز الرابع والثالث والرابع لهجن العاصفة. المركز الخامس شاهين لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم سالم سعيد بن سالم ألي ليبي في عملية التضمير والتدريب. يأتينا مشاهدين الكرام مع المركز الخامس والمركز السادس سادس المراكز، هناك أيضا المنطلق طماع لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري في عملية التضمير والتدريب مع المركز السادس. يا سلام يا سلام، تحديات هذا الشوط، تحديات هذا الشوط والاندفاع مشاهدينا الكرام من خلال مقصص، مقصص مع البداية، مقصص مع الصدارة لهجن زعبيل هناك بقيادة المتألق راشد بن محمد بن مروشد يقدم لنا البداية ويقدم لنا مقصص مع الصدارة بأداء مميز مع البداية والصدارة. المركز الثاني هناك عاني لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم مع خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي عاشق السلالة الشاهنية ينطلق مشاهدينا الكرام مع المركز الثاني. والمركز الثالث ثالث المراكز، محطم وشاهين من هجن العاصفة مع الواثق حمد بن راشد بن غدير مشاهدينا الكرام مع المركز الثالث والرابع. والمركز الخامس شاهين لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم
سعيد بن سالم الينيبي في عملية التضمير والتدريب. ولكن مشاهدينا الكرام نعود مع الكيلو الأخير، نعود مع مقصص، نعود مع مقصص اللي مباعد المسافة، هو عاني مع الصدارة لسمو الشيخ. أيضا هناك سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة خليفة بن سلطان بن رشيد، ومقصص مع الصدارة من هجن زعبيل مع المتألق راشد بن محمد بن مروشد. يا سلام للمرة الرابعة، للمرة الرابعة يضيف إنجاز تلو إنجاز. يا سلام يا سلام يا سلام، سوبر هاتريك في هذا الصباح مع هجن زعبيل على الصدارة. التهنية موصولة من هذه اللحظات لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم على إنجازات هجن زعبيل، من خلال أيضا الأسماء المنطلقة هنا على أرضية هذا الميدان. وشكرا يا المتألق راشد بن محمد بن مروشد على هذا الأداء المتميز. والعصا في الأبطال، العصا في الأبطال، عصا مقصص في الأبطال، مثبت تثبيت مع الصدارة مع المقدمة، وعاني على المركز الثاني لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي. ولكن نعود مع مقصص في الأمتار الأخيرة، في الأمتار الأخيرة مقصص، مقصص مع الصدارة، مقصص مع الإنجاز، مقصص مع شوط الختام. يا سلام يا سلام، مقصص بدون أوامر، بدون أوامر على الإطلاق. يا سلام يا سلام يا مقصص، يا سلام على أدائه المتميز. 200 متر أخيرة ومقصص عرضة تلقائي، أداء تلقائي مع الصدارة. تهانينا والنور لهجن زعبيل على فوز مقصص بالنقطة الرابعة على التوالي في صباح هذا اليوم. والتهنية موصولة للمتألق راشد بن محمد بن مروشد على فوز مقصص أيضا بالمركز الأول. المركز الثاني يتنا عاني لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم، والتهنية موصولة للخليفة بن سلطان بن رشيد السويدي. والمركز الثالث، المركز الثالث هناك محطم لهجن العاصفة، والمركز الرابع لسمو الشيخ هناك محمد بن المرب مكتوم المكتوم، والمركز الخامس خامس المراكز شاهين لمن هجن العاصفة. هكذا النتيجة للخمسة المراكز المتقدمة. نعود بالتهنية، نعود أيضا بالتبريكات لهجن زعبيل على هذه الإنجازات المتتالية هنا على أرضية هذا الميدان. التهنية موصولة أيضا للمتألق راشد بن محمد بن مروشد. حيث مشاهدينا الكرام فاز فيهم قصص في شوط الختام 8 دقائق 18 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن زعبيل على هذه على هذا الإنجاز المتميز. والنقطة الرابعة تذهب مع هجن زعبيل في صباح هذا اليوم. المركز الثاني كان فيه عاني لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم، والتهنية موصولة خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي. حيث قطع المسافة مشاهدينا الكرام في زمن وقدرة 8 دقائق 31 ثانية، 17 جزء من الثانية. تهانينا وناموس. والمركز الثالث كان فيه محطم من هجن العاصفة، والتهنية موصولة للواثق حمد بن راشد بن غدير. حيث قطع مسافة السباق في زمن هو قدره 8 دقائق 36 ثانية، 19 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.